هو واحد من الشخصيات التي حفرت اسمها بأحرف من الذهب والماس. هو رجل المهام الصعبة ومدرسة حقيقية يجب أن يتعلم منها الجميع كيفية إدارة الأزمات بنجاح، حتى بات واحدا من أهم مديري الكرة على مدار التاريخ. هو أيضا صاحب بصمة حقيقية في الأهلي، فهو أحد أبناء القلعة الحمراء المخلصين. هو فيجو الكرة المصرية سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي. من مواليد الفيوم 27 أكتوبر عام 1977، انضم لصفوف الناشئين في النادي الأهلي ولعب للفريق الأول في مركز الجناح الأيمن، وحقق مع الفريق العديد من البطولات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي. لمحمد فاروق، كانت بداياته عن طريق اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي في 13 يونيو عام 1989 مع فريق تحت 12 سنة تحت قيادة حسام البدري، وفريق تحت 13 سنة بقيادة رمضان السيد، وفريق تحت 15 سنة بقيادة مختار مختار، وفريق تحت 16 سنة بقيادة إبراهيم عبد الصمد. وفي موسم 1996-1997 تم تصعيده للفريق الأول، وشارك في 220 مباراة رسمية خلال مشواره في جميع البطولات، وسجل خلالها 30 هدفا، ولعل أبرزها هدفه العالمي في مرمى الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، والذي ساهم بشكل كبير في تتويج المارد الأحمر باللقب الإفريقي في هذا العام. كانت أول مباراة رسمية مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر في 27 أبريل عام 1997، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، بينما كانت آخر مباراة رسمية مع الفريق في 27 نوفمبر 2005 أمام المقاولون العرب في دوري موسم 2005-2006، وانتهت بفوز الأهلي 3-1. لو ما كانش فيه مجهود في إخلاص، شوطة حلوة، جول، حلوة حلوة حلوة، ملعوبة وباقية على طول. حقق فيجو الكرة المصرية خلال مشواره مع الفريق الأول بالأهلي 14 بطولة في 9 مواسم فقط، 6 للدوري و2 لكأس مصر و2 للسوبر المصري، إضافة إلى بطولة كأس النخبة العربية الرابعة بتونس عام 1998، وكأسين لبطولة دوري الأبطال الإفريقي عامي 2001 و2005، وكأس السوبر الإفريقي 2002. أما على المستوى الفردي فحقق العديد من الأرقام الرائعة، أبرزها أحسن ناشئ في مصر موسم 96-97، أحسن لاعب في مصر موسم 97-98، ثاني أحسن لاعب في مصر موسم 98-99، أحسن لاعب في البطولة العربية للمنتخبات الأولمبية. هو صاحب ثاني أفضل هدف في بطولة دوري الأبطال الإفريقي 2001، وهو الهدف الذي سجله في مرمى الترجي التونسي من منتصف الملعب في المباراة التي أقيمت باستاد المنزه التونسي في قبل نهائي دور الأبطال، وهو الهدف الذي تعادل به الأهلي 1-1 وتأهل للنهائي قبل أن يحرز اللقب في نفس البطولة. وعلى الصعيد الدولي مع المنتخبات الوطنية، شارك سيد عبد الحفيظ في 68 مباراة مع منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي، سجل خلالها 18 هدفا، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الأول في 28 مباراة سجل خلالها 6 أهداف. وبعد مشوار بارع مع الساحرة المستديرة التي حقا عشقت قدميه، أقيمت مباراة اعتزاله يوم 12 من سبتمبر 2006 باستاد المقاولون العرب.
وبعد سلسلة من التجارب الإدارية الناجحة تولى منصب مدير الكرة بالأهلي أكثر من مرة منذ عام 2010 وحتى الآن، بالإضافة إلى عمله كإعلامي لفترات ليست بالقصيرة سواء بقناة النادي أو قنوات أخرى خاصة، واستطاع أن يصنع لنفسه قاعدة جماهيرية من خلال أسلوبه في إدارة الحوار أو عرض القضايا ومناقشتها، ليبقى سيد عبد الحفيظ أسطورة كروية خلدت نفسها بفضل تاريخ باهر وإدارة رائعة توقف أمامها الجميع ليتعلم منها. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى.